بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن آدي آدو السلام يا دوينها الصوماليات ملك استوى آد كذا ونيسام برامج كان توسكا وأنا ذين كسو تبين إنه تلفزيون كان عالمي جا الصومالي شانل وبرنامج كاني معروف كها الصراط المستقيم أما جد كتوسن أما توب تتوسن سيدي أينو رمان تنبا هو ذا راعي لهين aynu ugu dadaali lahayn wadada toosnida badan inaynu raacno ayna gaarsiinaysa rabbigeen subhanahu wa ta'ala iyo jannadiisa. Waxaynu ognahay walaalayaal ummada Soomaali ummada islaamka umumanba waxa ku soo foole oo ku soo dhow bishii barakeysnayd ramadaan بشاس حقيقة بالآد يا آد عظيمة وآد يا آد وين ولا روضتك مسلمين تير لما انتود بإن أي وقفة إذيستان سيدا وقو خير كفرها بدن وقونا قفرها بدن أي بشا رمضان وقفة إذيستان كران وحين كجرى شهر شعبان أو أيام قلائل أي كهرين رمضان وحين قحكتا مال مير أو كوبن aan waxa laga yaabaa bisha July ee bilaaban doonta bari dambe in ay 9keeda ama 10keeda ku dhici doonto waa waxaan 10 cisho ka badnayn inta Ramadaan inooga hadhay marka maadaama shahriga caadimka uu inagu soo dhaw yahay waa inaynu ku bishaareysano oo inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qoro inay gaaraan ee Rabbi subhanahu wa ta'ala fadligiisa يا كرم كيسة وبشع رمضان وقارسيو وأين يسكو ديان سيدا وقفي عن أي بشع وقفا إذي سنكران وضيف عزيز وضيف آذي آذو عزيز أو كرامة يشرف بدن وحولي مادا خيرات آذي آذو فر بدن وعن مرن بلا سوكو بكرين قفك مسلم كاوحل روا مركا inu qalbigiisa bisha u diyaariyo inuu sida ugu fiican uga faa'iideysan karo kana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ajwada an-naas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadaan hina yalqaahu al-jibriil hina yalqaahu jibriil fayudarisuhu al-quraan wa hulay ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu rasuulku sallallaahu alayhi wa sallam wuxuu ahaa ajwada an-naas dadka oo dhan midka ugu saxisan ee ugu deeqsisan ayuu ahaa dhinac walba laakiin juudkiisa iyo saxaagiisa iyo deeqsinimadiisaas dhinac walba haday tahay fitaacaat wa fil amal salih goorma ayay ziyadi jirtay goorma ayay labalaami jirtay markay bishaasi soo gashay ibn abbas wa kana rasuulullaahi ajwada ma yakunu fi ramadaan حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وحاو رسول كدق سينمديسا إيا سخاقي ساسي أولاً لا مجري أو الزياد جري مركا أو رمضان سو قلبو لابن عباس أو نبي جبريل لكل ما عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة رسولك صلى الله عليه وسلم مركا وحو أهان جري mid khayrka uga juud iyo deeqsisan macna waxa weeyaan min ar-riih al-mursala dabaysha la diray oo kale dabayl marka la diro sideeba u cararta macna rasuulka ayuu ku shabahay ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu marka ramadaan ay soo gasho inuu khayrka u degdeg jiray oo u xiri jiray abwaabta kale oo dhan أو يقبل على ربه سبحانه وتعالى ربك أقابل جري وحنبي عليه الصلاة والسلام لقوريي إنو أصحابتي سنة سيدا سوكلا بشاري جري كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان وحورن جري مركا النبي عليه الصلاة والسلام
أتاكم شهر رمضان سيد الشهور رمضان بايديمد أو بلها أوردن أغو خير بدن أغو شرف بدن سيد الشهور آه. طيب محا إلهي سبحانه وتعالى ومعنا بش رمضان وسميي افترض الله عليكم صيامه إلهي وحو إذن كفر ديالي إن أد صومتان أو أد صيام لتمادان. طيب محاك إلهي سبحانه وتعالى ينوس ميي ونبي ينوش صلى الله عليه وسلم وحو نبي عليه الصلاة والسلام وحال فرا يفتح فيه أبواب الجنان جنة الباب بذي ذا يا إلهي فرا سبحانه وتعالى لتتزين لعباد الله سي يسوق قرح الساد ومن كإلهي إجلي دون جنة داس جعلني الله وإياكم منهم إلهي سبحانه وتعالى كوا جنة قال يا الله نقدك وحو نبي قل يا هي وتغلق فيه أبواب النيران وحك لأو لحرا بشن رمضان الباب ذي نار تأيا لحرا وإلهي سبحانه وتعالى وكحرا معنى سي ضدك عصادها أي إلهي وصو نغضان أو أي جنة أصو قابلان أو مركا الشروط أي نار تلاذا لو قحلو أضومنك ربي سبحانه وتعالى وتصفد الشياطين شياطين تنا سلسلة ذا أيا لقحلا مردة الشياطين كو مدحا ذاك الشياطين تا وحال قحلا سلسلة ذا أيو لنبي عليه الصلاة والسلام فيه ليلة خير من ألف ليلة وحكسوا رمضان كا هبين كخير بدن كن هبين بول نبي عليه الصلاة والسلام إلهي بقى قرآن كينو قشاق هبين كاسي إنو هبين كليلة القدر قو يهي إبري وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر كن بلود أياء كخير بدن يهي أي ربي سبحانه وتعالى وليلة القدر خير من ألف شهر وحلي نبي عليه الصلاة والسلام من حرم خيرها فقد حرم قفك خير كذا بشا لغا حرمه معنى وحويا خير رم بالغا حرمي لذلك أيا لوبا هيا إخواني وأخواتي في الإسلام إن أين إسود ديارنا بشا بركي سنة رمضان أو أين قادنا استعداد كينا يديار قروغينا سيديبا نديار قرونا ما عنتظى إيا عبتان كأيينو ديارنا ومخازن تأيينو كبوحنا معنى وحويان بأنواع الأطعمة عنتوين كالدوان ونوع والبلاء وكأنه شهر الطعام والشراب وحبد مودائنو يهي بشي عنتظى إيا شرابك إيان وهين بشي عنتظى إيا شرابك لغتغيي مركا وحينو ديارنا إنا ماها عنتب بضن ماها عبتان بضن ما ها وحكله وحنو ديارنا إنا الروح ذا قلبي جايين وديارنا إنا إنا إلهي سبحانه وتعالى وقلبي جاني أصو بنبحه أو نفحات كربي جي أبنبحه أيينو قلبي جا وديارنا إنا أنتي كوبية تبان بلاد هاي نقف الله توحين عبينا وحين عنينا يا وحين سمينا لكن بشاس هالنقطه شهر الصوم حقيقة بالأين حقيقة الصوم أو قلب جن الصوم أو كصوم عن الحرام وأين نقطه نبي عليه الصلاة والسلام وحو حديث صحيح وكل يهي نبي ربي سبحانه وتعالى محاء كفليا مدكين إنه كتر عن تذي سيع بتان كيسا لا الله وحب كفلي مايو معنى وحو ويان إلهي سبحانه وتعالى وحق قاريا عنتذي عبده لقتها ماها لكن وحق قاريا وامحي يناله التقوى منكم عبسده مدكين وربكي كعبسده تاس أي ربي قاريسا مركا وشهر التقوى وبشي عبسده أين حقي جنيني لعلكم تتقون با إلهي إلهي سبحانه وتعالى محال إذن كفر ضيالي الله سبحانه وتعالى إنا كعبستان قلبكين إني عظمة الرب أي بوحسو وإلهي سبحانه وتعالى عظم ذيسا قلبكين أكبو حسان محايا لإلهي وحلايا هاي معنى وحويان الدون كيغا ترك شهوته ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به
إلهي حليه سبحانه وتعالى الدوم كيجي وحا أنيق الدرتي وقتقي أو وقت إراضي عنتذي أجعلا عبتانكي أجعلا معنى الشهوذي أجعلا أيا وحو وقتقي بولي ربي سبحانه وتعالى أنيق الدرتي مركاس إلهي حليه فالصوم لي أو فالصيام لي صوم كأنيق إسكله وأنا أجزي به أنيق أنا الدوم كيجي كوأبا المرينيا وحيدان علمادو أعماش كالورنن أبال مرينتي ذا ولا يقانا الحسنة بعشر أمثالها حسنادو ويتوبان لابنتا إلى سبعمائة ضعف إلا تضباب قول الألاب إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم صوم كموياني صوم ك إلهي سبحانه وتعالى أجر كيسا إساق أيا أدومان كيسا أقريي مو أغيسين إلا ملك مقرب ولا نبي مرسل ثواب كولاي هاي الصيام كاسي إلهي بايقان سبحانه وتعالى الصوم لي وأنا أزي به صوم كأنا إسكالبو ربي سبحانه وتعالى أنيقا أنا أدومان كيغا كابال مرينيا وحال ربا مركا إنا إنو التوبة صوم كان قابل الله إنا إنو إلهي أتوبتك أنا إنا إنو ذنوب تردنك توبتك أنا إنا إنو توبة صادقة لنمادنا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة نصوحا لي ماذا وأذ إلهي التوبة كنتان سبحانه وتعالى وإذا ذنوبتا معنى أدقوستان إن إذا كنا قرن شروطي وحكم ذها توبة إن وقفك أن يقلع عن الفعل فعلك وإن وفرهك قاضو وأن يعزم أن لا يعود عليه يا إنه قان صدى إن أنا دبدم بأقول قنن فعل كاحن إياه معنى وحوي وأن يندم منه إنه كقوم ماضى وحي حماة وسميي إلهي إنه وقتير يوضى أو قلب جيس وكتبت كانوا هدي حتى ودم بيجي كل نقض مركا وإنه هذا نتوبة دي كل نقضه شروط أفراد بلا ذي توبته أو مركا حقا سويه بينك وبين عباد الله أذي أدو منك ربي مركو إذن كده حيو حقا سوحا ويان إن أد حقوق ذي ددكا سي أي لهايين وإن أد أقودتو أد ماركتي أعليسو حقا سي أدو حق ماليها ومال أكساب سنا وأد صاحب كيسي قران إيسو وإن أد كحلاشتو وأد أعليس مالكي أما أكرا لنغضو او يدو طيبة بها نفسه ومالكي كاسامحو وكعفيو هدي اي عردكو سابسنتهي اي قفك او اد عردكي سوحيا شي او اد حمتي او اد وحكش شاكتي كحلا شمانت رمضان انتاني سوغلين الهي سبحانه وتعالى وغتوبت كان او ادونكي كحلا شو نبي قايد عليه الصلاة والسلام من كان عنده مظلمة لأخيه وحويان من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار انت آني مال انت قيام إمن وإنه كحل أشضو وإنه إسعفنه بش رمضان وإنه هرتيد إسعفنه محالة بش شعبان أيا ليلة النصف منها وحو نبي كشكي عليه الصلاة والسلام إن لودن بدافو ضدك إلا لبقف وشحنا أي كده حيس موياني عداوة أي كده حيسو تدكي ولا لها ها أيس قوي وأين أيس حديريان علي نبي عليه الصلاة والسلام سل من قطعك ورقفكي كقوي أذو حريري واعطي من حرمك قفكي كحرمي أذيك أذو سي واعفو عن من ظلمك أذو عفي كيك ظلمي هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا نبي قول عليه الصلاة والسلام إلهي أدون أقوم الزيادية عفو أددك عفيي إلا عزي يشرف موياني والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كو أددك إسك عفيني وحويان إلهي وجعلي سبحانه وتعالى مرك وحال ربا بشن رمضان انت ريب الاب من معنى سيان أعماشني أن إلهي أقبل وين إن آد سميسو العفو عن الناس دتك إن العفيسو
إلهي درتي أدعو عفيسة سبحانه وتعالى. خذ العفو إلهي بايدي، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عفوك قاضو إلهي باكله، عفوك قاضو أذيك أدتك إسكعفي، حتى قفك كظلمي أدعو إلهي درتي وعفي. نعم العفو عند المقدرة إلهي سبحانه وتعالى قفك إسكعفي كأرغو سنكر يقفك الظلمي إسكعفيا على رؤوس الخلائق با إلهي وغير سبحانه وتعالى. مركاس إلهي أمام الناس وربك يكعفيا سبحانه وتعالى. حلو باي مركا إلا يسعفيو إلهي درتين إلا يسعفيو بشر رمضان إنغو إنوسو قشو إنغو قلبك إنو سليم يهي أو إلهي سيدو أشيغي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إلهي باكو أمري ادفع بالتي أحسن أذيك مدك وناك سمن كما رقتيك مد وناك بدن أذيك السماء أيا ربك لي سبحانه وتعالى. فإذا الذي بينك وبينه عداوة ربي يوحو لي إساقا نفست يقانيه وابا إساقو كي أذيك إساقا عداوة إذن كده حيسي مركا هذا ذوق اللحن إيدو التلفون كقبسته إعتلا هذا إعفي أذو وليبا هذا إسكاني كتين ظلمك قيستي إلهي درتي إعفي وحلايا ربي سبحانه وتعالى. فإذا الذي بينك وبينه عداوة شيطانك كاني كأنه ولي حميم وحاو نقنا يا مدآد كوغنه أي نقنا يا لكن نفتي وحا لغكر إلهي إن أي حدود دي, دي كتكتو وإلهي درتي وقتكتو سبحانه وتعالى حظكي أي لهي إن إلهي درتي وقتكتو أي لغكر إلهي. لكن قف قالك قاعدة وما يلقاها إلا الذين صبروا كو الصبر كبضان مويانة عدك لهالك مقاعدو لمقارسيو وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله باوحله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هدي معنى أو شيطانك معنى نزغك قسميو أو كوسواسيو أو شرك شاقو ما حد تسميسا فاستعذ بالله. إلهي كما قال سبحانه وتعالى الشيطان لا يريد إلا الشر. شيطان كالشر مو يعني وحكى لمدونيو لا يريد الخير وحو كبلا قاضينو إن الأميو والعياذ بالله. لكن إلهي سبحانه وتعالى أيا إن حفظي كيد كيسا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ذكر إلهي مركز قبسته شيطان كيد كيسو أو كاتقيا مركز وحل روابش رمضان إن أي نقطه شهر الصيام الحقيقي شهر أين صونه وقلبك أين كصونه. يا خادم الجسم كم تسعى لراحته إم سين جدك أسر راحينيني أتطلب الربح فيما فيه خسران. مركات عن تبضا جدك سيسو أو ناحو أو بررو محاك له سمينيا بررتبا نعيسا وحضو بانيسا ميلاد سقردو وحضو بانيسا أين دوردو وحضو بانيسا عنتذي يا عبيتانك يا شرابك تاسو كاني تخمضة يا برر بس وحكا لمسو كرنين. لكن مركات قلبك السفيسو اد لعلام الغيوب اد لحريدو اد إلهي سبحانه وتعالى اد كحرانتو نفتاد ويراحي سنيسا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكرك إلهي أيوم بقلوب تكحسشا مركب بشا بركيسان أي أين أقصه فضل ولا ليال تدكي ونكسنا سيدة ومعلى ابن الفضل كورمي وحر كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان وحي إلهي بريجرين لح بلوضو دن إنو إلهي رمضان قادسيو لح بلوضو يا إلهي بريجرين ورنجرين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان سيدة سيكود عيسان جرين لح بلود قلبي قوضة أيا كحدنا رمضان بشا عجيبك شهر الصيام والقيام والقرآن والذكر والطاعة والصدقات بالله وظلم الله بيا خيرات كوردن
بالإله سبحانه وتعالى وحويا ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة إلهي وحأوا كحرين يا ضدك إن بذن وكمدا أيو قرطو ذا نار كحرين يا بشا اسكد دينا ضدك كمد نقطو اسكد دينا دداشو والذين جاهدوا فينا إنا توقشو كوا نوسو ددالي لنهدينهم سبلنا أنا نوان هنونينا إنا جيد كيغان كو هنونينا أيو لا ربي سبحانه وتعالى وإن الله لمع المحسنين إلهي محسنين تأيو معوذيهي سبحانه وتعالى كن محسنا أذيق مركا مد محسنا هو إلهي نوحو بلن قاضي إن رحمة الله قريب من المحسنين نحريست إلهي قفك محسن كابي ودوذهي الله محور إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إلهي كوى عبسنيا أيو معوذيهي يكوى محسنين تا بشن وحا إنو كفا إذي سنا وأين نقطة تقوى الله سبحانه وتعالى وأين نسكت دينا بشاسي سندن إنا إنا حفظي ذو أو ذنوب تينا لغو دافو محايا النبي عليه الصلاة والسلام وحي نوغو بشاريي سندن ذنوب تينا إلا غو دافا يوحي صغائرة رمضان إلى رمضان قف كسي ونكسن بشا أصوما الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن سيدو النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس صلاة شنتا والجمعة إلى الجمعة جمعة إلى جمعة كالالغاقارو ورمضان إلى رمضان إيا رمضان إلى رمضان كالالغاقارو مكفرات لما بينهن وحي مسحيا ذنوب تقرد حي سيقفك السمايو إيا صغائرتا إذا تنبت الكبائر مركا قفك وينو كبائرتنا كفوك هذا صغائرتنا بشا رمضان با إلهي وقرد عفايا يا عماشا كلا فرها بضن اي ذنوبتا صغائرتا لقرد عفو وحويا وحوي ليحيي ابن أبي كثير كان من دعائهم وحكم ذها دعا ذي صالحين تو اي كدو عيسان جرين اللهم سلمني إلى رمضان إلهي يا رمضان إقارسي وسلم لي رمضان أو إيبت باد رمضان كايو معنى إيقا أقبل وتسلمه مني متقبلا إلهي إيقا قدون أذيقو إيقا أقبل يا الله أكبر سيدا سيكدو عيسان جرين محاين كسو دوينا أي نغو مركا رمضان ولا ليال بقلوب أين كسو دوينا خاشعة أو جعل أو ضيف عزيز أو هايستا أو تشتاق إلى لقياه أو مركا جعل إنا لكو لانتو وحاب الرامجادة طبعا ويسيب بدن دونا إن شاء الله رمضان تا أين أغاها اللي دونا هديتا إحكام تيسا يا هديتا فضائشيسا يا هديتا آداب تيسا انتبه بإذن الله تعالى حلقات فربضن أين أغاها الرامج دونا كلمات دو مانتا بلو بيهايد إن شاء الله تعالى سيدة أنبالن قادنا يوحينو دونينا إن أينو أسئلة ذاك جوابنا وحي رمضان تاكو سابسا دادكو أي دونا يعني إن شاء الله أين أكو أغادان ما ركتي ساسو كله وحي لاينا قوا فجيو مركا تلفون نضع يان هذا وحي كدن بيا دادك أفري دونا بإذن الله تعالى سيانا السيلة دا استقبالنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر دولال ودوحي ورحي أربع الدين لها شيخ مياه ها كسور ولا شيخ بالله الله يسامع عايم إيش تكسر الله يسوي يسوع عشا ولا لو ولا لو كلتون بالله ده وحنكسر الله يا دين ما كلتون دين ما كسوع عشا دونا ولا لو وحسود وكل يهدي له نفط نقص لما هي لو حسود وإن رمضان كي حسود ومركا إيربان ربعنا كويتيو ولا لو حنون سنت إدهان أو علاشة نبركة غي لا لا نبى وكارة على اللي علاشة كبعد محي هاي لي إن وحن كسؤال لها هدي أن دب أفوريو وأنا وح إيدر الأدي أت علاشة لو يجوني سامر أنا مركي محي هاي لي أدي إن جرو هاد باهي يا قوته سام هاي هاي لي هدي أن دب أفوريو محي هاي لي هدا وتم اللي جرب محي هاي لي محل ده جرين قلك هلا مس أفرك كذي يكو أكتر هاي مرك حنون كاغو حنون جوكتابا يو معنا ولي جي كهينة يا مسوا حنون يمكن يمد لقنا يابا إن شاء الله ينتقع في مادو ولا لو
وان رجينا إلهي إذا كيس وحورة مصي أهين كانيني بيسي لقبة آدي حنونة يسي مركو حيدهان وريح وحن قكتا إدهان عمل مركا كانين بي قرين كانين كيبا وحيدهان محاي هيدا عراش وحوكا غرية بي محاي هيدا نبرو wa kanin sidii saban nafsan ee kaninigaan baas cunitaankiisa dibkiisa iska leh mar walba marka meel loogu talgalay meel kale u halaynaya sidana ay u dhahayn marka maxay haydeen boob buu kugu sameeyo calosha boob buu kugu sameeyo boobta waa la daweynaya kanin baan hadda cunaa waana haddu ii bilowmay laba bilood oo dambi ii wuxuu gaari doono ma garan hayo saas ay dhahayn ayaga laba bilood waan fahmay waan fahmay kaltuun khayr ala kusiyo waan ka jawaabi doonaa insha Allah ta'ala khayr ala kusiyo السلام عليكم وعليكم السلام شيخ شينا إلهي حقي سانكم جعله الله كعب المريه آمين والله جزاك الله خير أذي أنا الله كتش على هذا ما قاعد يقول المشهد كسوها الله يسا إنجريس كان كهلوها يا شيخ إنجريس كان كهلوها وحانكو السلام ربي وحانكو ويدير ربي قبر أو درس كي هذي ayaa in ismurunay waxba isku qabanay waa ismurunay waa gabar oo ila joogto oo shaqeeyaysay oo daan u ahay isqabteen waa heshiisiyay haddana waa naqabta gabadhii haddana waa u tagay waa heshiisiyay cafiyaan iri wees afinay haddana waa naqabtay maalin iid ah ay naqabtay marka ilaahay idankiisa waa isqabanay waxaan waa icayso waa icayso waxa ay adiga maanta maxa waxaan rabtaa ina khayrkaynu baab oo isku iidna ma rabtaa aan ku iri maxa ay ka daba dhiga maxa iga rabtaa waa icayso gurugaan gala waa weeseysa laba rag aan dukada ilaahu sharteeda taniga qabaan ku dhahay anuko waxa uu ahaaya aana isa salaamay mid ay iga guurto ilaahay amarkiisa aniga waa iska cafiya laakiin hadda iyuu tagay cafimaad dhiino waxaa idhi tan ilaa usharteed iga qabaan ba dhahay marka taleefankeedina hadda inaa helaya in kala kala ma helo kenya iyoheeda meeshi aniga waa iska cafiyay maxaa haddana samayn karaa si fiican aan u fahmay insha allah jazaak illah khayr su-aasha ku xigtaan eegina biidni illahi tacaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. ألو شنو يا شنو؟ ها ولا الكسور ده وما قاعد يمشى تشوكته. ولا المقع وحلي أنا حسن وحن شغال لندن. حسن ولندن أنا حسن الكسور ده برنامج كخير لك سيو. شيخ هو برنامج كله السعودي رمضان كسابسن وحرب شيخ هو من وحنها من الدين تماركتي حوا كجابي marka waxaan rabaa inaan ilaahay ku soo dhawaado oo ramadaankii iyo salaadii iyo arrimihii aan bilaabo marka sheekho waxaan rabaa meel aan saa ula xiriiri lahaa information baan dhaba u baahanaa sheekh maasha allah baraka allahu fiik waa helaysaa informationka insha allahu tacaala barnaamijka markuu dhammaado telefoonkaygaa ka qaadan doontaa studioga waa ila soo xiriiri doontaa insha allahu tacaala North London, Massage Edmonton. أكرمك الله إلهينا توبة الله كوسوغ وأنا كوسو دعيننا إن شاء الله تعالى هذه نص الدعاء وأنا وضح لنا بارك الله فيك إن شاء الله سؤالها وحن سكوت دينا سؤال ولمدام أختي أسكايس أختي كجوابنا إن شاء الله كلتون وحيتلو نحن سنة هاي كنين بيقادتها على شيء كحن سنة هاي عموماً si aan looga wada faa'iideysto xaaladeedaas oo kale kaltuun macnaa xaaladda fidyada la bixiyo maaha waa qof xanuunsaday xanuun ku yimid ilaahayna subxaana wa tacaala qofka xaaladdiisa xanuunka caynkaasi ku yimid rabbi baa ka jawaabay nacam faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uga jawaabay qofkii idin ka mid ee xanuunsan ama safar ku jira ilaahay wuxuu yidhi ee markaa fa aftara baa meesha ku jirta ee markaa afura ee awoodi kari waayo soonkii maxaa saaran fa calayhi waxaa saaran maxay macnaha waxa weeyaan inuu soomo maalmo kale fa ciddatun min ayaamin ukhar maalmo kale ayuu soomayaa
وفضل إلهي سبحانه وتعالى ينسيه تيسيرك إلهي ينسيه سبحانه وتعالى أذيقو أفري وبسبب عذر وأفري وإسكعوني عنتذي أيا إلهي سبحانه وتعالى أجر كذي وكسين أيا مركاس هذا ولي بوحد سوميسا ما المكلا تكتكسنو آن اسكو حليلين أيا سوميسا وصيدا دادوك ودونتا سنت كاس وصعدو لن ما دام عذر دار وقتكتي وحد سوميسا معنا وحو ينسي مفرقا أو كلا معنا وحوية لكن سنتك وإنات كل ما يصير بإذن الله تعالى هديو حنونك كاتكو هديو مركا حنونك سيسعضو أو بقسن وايو إلا سنتك الدنبي واد إسكا أفوري سايساقنا هدي حنونك مركا حنون جوكتا ونقضو حكمك ويسبدليا حنون جوكتا هدو نقضو وتقي وايا حكمك ويسكو بدليا سيدا آيادة استنباطك وابن عباس كفهمي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وحيؤتى لابدها أيضا منسوخ ما هي والشيخ الكريم الكبير والهرم قفك الجبوبي صوم كي كربواي إيه قفك حنون سنيا إيه حر حنون كيس مزمنك ويهي أم حنونك أن تجينين قفك أسي مركا مدام صوم كي وكدع يايو وحاميشي سي أبو حينيا معنى فدية أي أبو حينيسا فدية طعام مسكين فدية نوا محي إنه قف مسكين مالنتي وح كفلا قود كيسا وفلا أصيو نعم إنه مالنتي وح قود كيسا وفلا أصيو أنت مركا وكس ماركت وكتجي سيامك سلاس بو فدية أب حين يا هدي أي حنون كيس وجوكت النقضة هدي كلنا فدية لو ما لها وأون ساق ضينا يا سدي وكرو أسوق ذي يا أسوق لينا يا إلهنا سبحانه وتعالى كالتون وحنو ويديننا عافما ذي نصيه وربي إن شاء الله تعالى عذرك أو كدو القاضو يدي يومد الصوماليات وحي حانو سني يومد إسلام كابا لما أنت إن شاء الله تعالى هو يدي الصوماليات كحيكتي وحي كهذا الشيء أرنت أينو هدى كهد ليني العفو عن الناس تدك يسك عفنتيس هرت حسنا فعلتي سوانا سنبات سميسي ما دام أد إلهي سبحانه وتعالى درتي كعفيسي أو إلهي درتي شرك هذا كم جنجليسي أو أنت سوجر عفدي أو أنت سوجر قفك أي قصة نقطي هدي آت سدا سميسي أو أرنتو سدا آت شكتا أي تهاي وناك بات سميسي وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إلهي نولاك بكو أبا المرندونا سبحانه وتعالى محال النفط هذه بات قبتي والكاظمين الغيظ بات سوق شيء والعافين عن الناس بات سوق شيء والله يحب المحسنين إلهي نوجعل يهي أما قبل داس معنا أتكلم لونتين إيه مكان مال أتكلم كرتان يجرين وقت جينا ووقت هراءها أذقنا أدسك عفسي إن شاء الله تعالى هدي أطلق كلن تقدم بيه وأدس أركتان الإملة هدي أ تلفون كذا هشود لا هذا شو تفضلا أذقوا إلهي فضلك جربا فخيرهم الذي يبدأ بالسلام نبي يقول خير كخير كبدني وكذا سلام تبلعبا كاسا خير بدن خير يده هذا دونيسو إلهي أكو قرسية هداد كرتال حداد دي كلانا إن شاء الله تعالى وحب الله قوما لها حسن وقدم بي وحنا قلصوا حديري دونا إن شاء الله تعالى مساجدك إيا تلفونك بإذن الله تعالى الله ينهدي وكتشره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وداد كنا كسو دولة المقعاقي ميشة تشوكتها وداد كبال الله ليسا وحان شوغا عمان حاول وحان ويديني وداد sawaran ku ku dhaafay sanad hore waran dambe kugu soo galay masoomba laga raacay sidii aan ugu daraayay muxuu kugu dhaafay sababtu maxay ahayd wallahi xanuun mar uu ugu dhaafay mar anoo xamilo ay waxyaabahaas marka markuu xanuunka kugu dhaafay sanadka dhan maxaad u qallayn wayday wallahi ilaahay markii ma qallayn marka xaggaagu ka yimid tafriidku xaggaagu ka yimid oo adiga aan qadayn laakiin xanuunkii markii uu ka baxay caafimaad waad heshay laakiin soonkii baanad soo celinin haa waa sax waan fahmay jawaabtaada insha Allah ta'ala xawo cumaana waxaan leeyahay hadii aad sida aad sheegtay ay tahay awalan qof korto xanuun sida aan sheegnay hadii uu xanuunsado ilaahay baa ruqsad siiyay ruqsada ilaahay subhanahu wa ta'ala wa ni'ma min Allah wa in qofku ilaahay ugu shukrinaqo إلهي سبحانه وتعالى وحا مركا قف كان واجب كوا أو شكر نقي كم مذا إن أولي ما دا صومكي في خلال هذه السنة سنة أكتغي صومكو إن أولي ما دو
لكن هدول لا إيمان وعي ولا بين وكال قاضينا هدي عذر دار هيستي أو معنا وحويان عذر دار كادرتي وصوم كي ولا إيمان وعي سفروا كجرب بدن وحنون سنة يي وأودي كرواي حمل بو قاضي معنا وحبون نوجينا يي سياب عذار باجر تفر بدن هدي عي سد هستهاي إن شاء الله تعالى لا فدية على هذا الشخص قف كاس فدية لغم لها لكن صوم كي سجى قضاجي سي ولا قل يا هي حتما لكن هدي إفرادك حقي سو كيمد أو سجوا كجبط فلي أو لا إيمان ويا سجوا كريا من هنا أي علماء وحي لاذن قاركود أي قان أرض النين وحويان يجب عليه فدية فدية أي كوا جبيسة تجب عليه فدية أي كوا جبيسة أو فدية السنة أنت وكتجي إن وصانا قضايا فدينا بحيو مركا حاوو حموقتا إن كم دنبتا هاي أو أي صانا قضايا نيسا صانكي أي كتكتي فدينا أي كدريسا أي موقتا إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسور دول البرامج كما عاقي مش كسور الله يسا ولا ولا روح أنت سهر لندن. ما جعانا؟ شيخي يا ولال. ها شيخ الله الله يسا ما جعانا يسوع شهادة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكقعد نسلانتا. شيخ وحنا ربينا كويدي وحوا زهر أرنت كل رمضان تان ربينا كويدي سكر عن قبا مركا صانك مركا رمضان تان سكر توالي هالصانك ويدي با وانا لا كرب هذا. هذا إن الوحنا مرة بمركي وصار صقل أرنتي ونقط ولا بدنا إجلا متجعلنا رمضان لا أنجو ودرس دقدان دي بتاع وقف على أي أفرية لكن ولا بدنا إيشد ما الإجواني اللي ده صار ولاعن وعن شأله بالرمضان إن أنا الوحنا مرك كربلا سوى إذا لعكت سن دي بتاع محي كل طال مرك ما نسوي مكرسون كمرك عن سو مرك وكل برها مرة يقف وحنا قنا تبرت بنك دعيسو ما هذا أبو سقارة صومن أضيقي يجوا أفركي مصة منكر أنا قدر ما حنون هذا إيه معنا مرت محاصة ما دي قلت مرك حنون حنون كجرتي لكن سفر كنا وسفر كوا جورما مايا سفر معها مركي عن رمضان صومنا على صح 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 وانس هذا فهم هذا فهم رمضان تهرة ساسو كلام العقد دي بي وواحد مرك صرت واحد ودي بحمر ضدان يري أفرية waxa la yiraahdaa lacag saas afurinta waxa ka fiican dadka oo maxay tahay TV da ka bixiyo dadka exactly dadka saas afuriyo dadka la yiraahdo bisha Ramadaan tii la soo dhaafan si sheekada marka walaac aas badan igu furan ee qalbigu yoolo lahayo oo Ramadaan laanta iyo soonka aan xamid karin aan rabo wax yar balina aad iga nafteexayso sida diinta ay qabto jazakallahu khair ahsan allah ilayk dadka saalihiinti tabaan waa dadka saas oo kala quluubtoodu ay uga warwareeyso ayagoo soomkii aan karaynin hadana qalbigoodu uu la dilayay oo gam ilaayay qarna ayagoo asxaaha caafimaad qaba ilaahay nicamkiisa siiyay subhana wa taala bay soomkii ku ciyaarayaan oo ay ka tagayaan oo haday soomaana habeenkiina lahwi ay ku jiraan maalintiina hurda ay ku jiraan wal iyaadu billaah unzur ilaahay suuda oo dadka u kala fadilay subhana wa taala hooyada soomaaliyeed waxaan leeyahay horta abshiri bishaareeso maxay ila qofku haduu khasla oo taacada kamida u jiclaado wa hada yadul ala iimanihi wa quwwati iimanihi iimankiisa qawi macna wax weyn quwadiisa ayay tilmaamaysa marka ilaahi subhanahu wa ta'ala allah ku ziyadi iimanka ama min haythu al-hukm sida lagu sheegay ilaahi subhanahu wa ta'ala ta'dhib kana yaynu in adabo ilaahi ghanibu kayah ilaahi adab marabo isaga yiri yuridu allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr ilahay waxa uu idin la raba waa fudayda culays maaha xanuunka ilahay baa kugu keenay subhanahu wa ta'ala isagii baa ka dul qaaday oo marka taklifadi rabbi baa ka dul qaaday subhanahu wa ta'ala marka taasi warwar malaha hana ka warwarin bal waxa lagu siinaya ajarka la siiyo qofka saaimka ajarka qofka saaimka egga jaysan ee rafaadsan la siiyo ayaad adiguna leedahay isagoo kale ayaad leedahay maxay leey cudur sharciya ayaad uga tagtay soomkii marka fidyadaas aad bixinaysaa biin ilaahi ta'ala
قفك مسكين كأعد في ديا سيسي طعام كأعد قودي سمال رمضان وحا اسنك دغن يحي اجر كيسو كلي ناد لهداي اجر كيسو كلي ان اد اسن لهداي ادو اجر كي صيام كا غله اياد اجر كي قفك اد قوديسين لهده فيدا افيديدا اد سيسي ما هي لمن افطر صائما فله مثل اجره بالنبي عليه الصلاه والسلام قفك قف صائما افريا وحا له يحي معنى اجر كي سو كلي اي له يحي الهينا و هو جعل يحي ان تؤتى رخصه إلهي وحو جعله رخصة دي سين لقاتو حتى وقفك السفر كهذا كجرا أي سفر كأنتو ديارد ملك راعو ملك لا أو راحة للتقية أو واحد لبا أركينين إلهي وحو الروا إساقو صدايا هديبا السفر كجرو إن أقاتل رخصة ربك سبحانه وتعالى نبي قال السيدة سبحانه وتعالى إن الله يحب أن تو ماركتي الرخصة دي سلقاتو كما يحب معنى سيدا اجعل يهي ان عزيمة دا ايو معنى سيدا سوكالة شيق ادقنا سيدي سلولي ما دو مركا هورورين بإذن الله تعالى إلهي رمحان كاقبر يا أجر كاقو كامل ينو قصيو صون كاقين إلهي سبحانه وتعالى أجر كيس أو قصيو حنون كان ربي أجر فربضان وكاسي أدقو سمريسو إلهي نوكاد القادة وكاعفية سبحانه وتعالى انتا وحن قدر يا سؤاشا آماركتي افطار السائم كا اما وحن جدا فدية طعام مسكين كا قودين ايسات سين ايسو معنى وحو يا يقف كا سائم كا مسلم كا وحا شرط يون انو مسلم يهي قرابة دا انو يهينا ويكسي في عنته قف قرابة دا او باهان اتقران ايسو انا تسيسو محايا يلي اجر الصلة معنى ايا كجرتا او صلة الرحم با كجرتا مركا لبا اجر بولي يهي اما مسالة دا معنى قولة دا اما تي في اما ايا كفضل بدنتن لا وجه لها أنيق إمام موقته قف كسر مسكينة أي في ديا داسي كو بحيسا واللي بقف كقرابة هذا بأسي أو لا بإذن الله تعالى والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر دولا البرنامج كم مجا عاجي مش هتشوكته. سويد من كسر دولا الشيخ هربي. أي سقي بالله الله يساتوس. شين السلام عليكم ولد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها ولا وحن قباني قلنا سؤال شهادة قبل ده سيكون سؤال لمدة إن قف حنوسم أو معان قبان هاي إن سويدن بانشوجا إن ها وحن كام نوان كتشرة أو يعني وح إن دخالة أو مهدا في تيس سيرد بحياه من ده ندر عنه مسكين عنكو أوري ما هيسو حد يرتنا معان ك حنون كري هادنا إيه شيء عند اختركو إينا عن قبو مطلع وحر بمادام أنسو من كرينين أنا وحن في ذي السكب هي أنا هاي سنين حائل كتبونش جزاك الله خير إلهي سبحانه وتعالى حنون كام عنك لسه مودي إلهي سبحانه وتعالى الله كادو القاضو إلهي نعاف ماد الله كوجب بدلو رخصة أنا واضح يستان شيء أما أنت تقدر تيا في ذي نينا الأود كذا كرينين أو أنا بحين كرينين إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قفك إلهي سبحانه وتعالى وحانو كري ننكو مكلفو هذه الصوم كينات كري ويدي في دي دينا ننكام كتشرو وحبا آن هاي سنة تو آن بحين كري نن فلا عليك شيء مركا أي كسو قشو اي آد أودو إناد في دي دي بحيسو هذه بصوم كوكسر تقلي وايو دمعانكو حنو ندى جوكتا دا أبو كي مدي هاي هذه إلهي كعافينا يوهل كيدي هذه وعافي ما داتيشان واد سو صومي واد سو علينو في دي مركا لقوم لها هذه لكن حنون كاقاسي وجوكتا يهي ومرنا بقى برئي يلا رجينا انشفاء مركا آد في ديادة كرتو آياد في ديادة بحين دونتا بإذن الله تعالى وانا كاد عيان لبضوبا صوم كي في ديادة با واو كاد عيان مركا آد معنى آنات كرينين لكن هاد دي ايكو صوغة شوات كرتو ولي با واحد بدن في ديادة ماه معنى واحد لقايا با صدح دولار اي مالنتي نقطو اما افر دولار او بشادان اي بقول دولار نقطو marka hadii aad si uun kugu suurto gelisho bisha $100 inaad hesho hatta aad deynsan karto oo aad cid ka deynsato oo aad gudi karayso samee insha Allah taala laakiin hadii aan deyn ku helaynin suurto gal aanay ku ahayn $100 ama $120 aanad kari karaynin te waxa weeyaan marka fama xilatul mudarr illa rukubaha qofka mudarka ta xila kale ma laha illa wixii uu karo inuu sameeyo mooyane asallallahu inu ku fudayo labada midkoodi ilaahay subhanahu wa ta'ala وكو سهل بنا ربي بان كو يديننا اينو كو يسر ان شاء الله تعالى جزاك الله خير عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله
أول الكسر ده عد كأنا كروي رقاد جزاك الله خير ما قاعد يمشي شو كتو؟ والله وحن شو قال لندن بان شو ما قاعد أنا وحن هندا الله يراها خديجة لندن أنا كسر ده خديجة لا كحفظيه. هندا ولا هندا. ولا ال مرتو نفسيان بو حنوسنا يا هاي نفسيان بو حنوسنا وعضت كان معني كلين كقاس وان قرسي مرتو ورا المسو من كرو ويسون قصم فركيسن وبوكسن لكن في سكر ويسجس في عيني هاي وقفت لبنا مشكلة لكن أوضحان يصيحان تونا مسو من كرو ملغوية يشتا ولا علي مرك محنون مضح أباها يو ولا يميا. شوية وهذا كان نفسيا كا. ماي. ها. نفسيا نفسي وها وحرا وحنوسي وهذا كان ده قاعد يده هو عص نفسيا. يعني معني وقف هذا كان ده ولا قاعد يسيا كنين كا. مرك كنين كا صو ما كوع في ما ضايود وحما كلا جرنا يا يوقف حكلا جرنا يميا. كلا جرنا يا وكلا جرنا يا وش قيسنا يا. أنا يا شقيق على قبر ما هي. مركا ما سومي كرم ياس مرة دوح كلا جرنا يسوا إنه صوما ما عف ما نقبو. معنى دوّدها شوكتو أو مالين تيبو قادنا يا دور شير ماي ويك ويكي آه مركا انتن دوّدها اي ويكي مركو مرقاتو انتا ويكي سو اسكما عفمات قبو ما شقيستو وحمكا لقرانا يو اوود مالها آه وشقي تي سون كينا مركا سيان وسوى مكرين ورا ما عدد سؤاشاس هذي قم عدد ان شاء الله تعالى مركا إن شاء الله تعالى هدي وقفك وعفمات كي دوبها كوه على سود ضنبها كوه له لكن وعفمات كي ومركو عفماده وقفك وحكلا جرنا يو أو شقي سنة يو أو صوم كرا يو أود ولي هاي صوم كا دواينو صومه لكن قف كان وحكلا جرنا يعني مثلا مجنون نفسيا وعلن مثلا ساسو كله تقف كان رفع القلم عن ثلاثة نبي قاعد عليه الصلاة والسلام صدح قلم كوالق كر قاضي عن المجنون حتى يفيق قفك مجنون كاها لا ومارك تساسو كالجنون كي كسو معنا وحويان وكسو بكسدو مركا هدي وكنين قادنا يو ولو أسبوعي بها قاتو وعافمات قبو وينو صوما هدي مركا وحكا لأي تيران معتبار كالي مركا بلوان وغان دونا إن شاء الله تعالى لينك كوحيق آيان ايقي دونا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر ولا المقعة عاجي مش تشوكتو يسوع شهادة إن شاء الله. مقعي هو أم محمد وحن كسر الله الصومالية. أم محمد والصومالية كسر أم محمد سوا شهادة أم حي. أشهد أم حي تهاي شيخ لبسون أو أنا سومين أيا جشتو أو من نهاب أيا كسر من ما نسومين. مرك صومتي كلا هذا وبيشوف قاري محا وواجب وبيشيء كثار. محاد الصوم وإذا لبضع الصوم. محاد الصوم وإذا لبضع الصوم تكتك تي محايا هي سببته. سببته هي مت أربع لها أو أربع كمان كحن وصدي. مت كلا بعد هذا الصوم كهذا أهان أمول أيام كسب حي. أو يدنا هذا هيد أمول بعد هيد. أمور بقى ها إن العنو بانو جناي ومرت قارنا واسكا حانو سنة ونحنو بقى إقامنا مركا مركياد أمو شاي ربضان تي كديب إلا هادا ربضان تن سنة كاقودي هيسا محاد أسومي ويدي أو آد ماركتي ممردع هذا هيدو واد كري ويدي سون كيناد سون تو واد كري واي إنا سومو وان كري واي واد كري واي واد كده دور مر أمي وحاد عدا إن معلم تي أمقل إنسان سومو اللي يدا قار آهدنا حيلي قدام عن سوم كإسكا فران ويدي واي مركا مرنا حملي قدرتي بعد وقتك تي ناد محاملة هيد مرنا واحد وقتك تي مارك تي ناد أمول هيدو هذه المهن وجينا يسي كي صدحات بهذا كوكسو قالي كان صدحات ما تسومي كريسا مركا ورجينا إن شاء الله إنا سوم كي هر اللي يقول هاي وكل دين كي سمحين قونيسا كوا وكوشة قدونا إن شاء الله لكن كان سومي بإذن الله تعالى
adigoo kale waxaan leeyahay Ummu Muhammad oo Soomaaliya Ramadaankaas aad midna haaf ka tagtay ka kalena aad uga tagtay kulligii sababtuna ay ahayd xamli iyo macnaha waxa weeyaan irdaac aad nuujinaysay ilmaha labaduba waa laba sababood oo sharciya oo cudur sharciya oo qofku uga tegi karo soomka waxay ku kala duwan yihiin oo keliya culimadu siday sheegaan qofku haddii uu uga tegay xamliga dartii oo uu xaamilo ahaa oo soonkii uu kari waayey wuxuu la mid yahay qofka xanuunsanayo kale mariid oo kale uu la mid yahay marka wuxuu soo qadayn intii uu uga tegay xamliga dartii qada un baa lagu leeyahay bas wax fidyo oo lagu leeyahay ma jirto ama qofka irdaac iyo ilmaha dartii uga tageeya maalan adiga markii aad quudid ilmaha nuujinaysayn sanadan baa ka soo wareegay ilmaha dartii baad uga tagtay oo aad kari weyday oo aad maaragtay dacf iyo tamar darra dareemaysay markaas waxay culimada qaarkood ay tilmaameen in ay tahay in aad ku darto ramadaantaa dambe ee sidaa kaaga tagtay fidye inaad raaciso oo macnaha waxa weeyaan fidyatu tacaam miskiin inaad ku darto marka waxay noqonaysaa haafka kale bishaana inaad sidooda usoo qadayso bishan kale irdaaceed wax nuujinaysayna aad soona qadayso fidyana aad bil ah ku darta biidni illaahi tacaala bishan soo socotana aad sideeda u soonto insha allahu tacaala maanta xanuunka ayuunbuu ku wareegayaa asalu llaha insha allah ilaahi subxaana watacaala inuu dadka dhan caafiyo oo caafimaad iyo markaa ay ku soomaan insha allahu tacaala iyagoo macnaa kaamil quwadooda iyo caafimaadkooda leh dhammaanba dadka muslimiinta insha allahu tacaala qofka ku xigaa asalaamu calaykum waraxmatullah salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalsoo isagii baad la hadlaysaa walaal kusoo dhawow magacaagii meesha joogto london baad joogtaa walaal haye magacana umu cabdalla walaal umu cabdalla su-aashaad walaal waa maxay walaal su-aashaedu waxa weeyaan walaal ramadaantii hore ayaanu mulay haye markaas walaal ilmaha nuujinay naaska markaa maan soonin waan gartay marka insha allah waan isku dayay ramadaantanna soomo marka walaal maxaa sameeya kii horena waxaad samaynaysaa marka ramadaantani dhammaato ayaad soo qadaynaysaa insha allahu tacaala waxaanad samaynaysaa weliba ramadaantii maalmaha hadda inooga hadhay dad maalmaha xataa sii qadayn karayso qadee oo aad bilaabi karayso biidni illahi tacaala haddii aanay kuu suurtagelayn ramadaantu markay dhammaato ayaad waxaad samaynaysaa waad soomaysaa waxaanad samaysaa bisha ramadaan insha allahu tacaala fidye bixi oo markaa bishan dadku soomayin biidnillaah miskiin 30 maalmood quudi si ay u noqoto macnaa irdaacii fidyadii la socotay ay u noqoto soonkiina marka ramadaantu baxdo soo qadee biidni illahi tacaala wallahu tacaala aclam fidyatu tacaam miskiin horta wax weeyaan waa cunto ayay aayaddu sheegtay oo in macnaa wax weeyaan wax maskiinka ku filan maalintiiba la siiyo oo cunto ahaan ah laakiin hadda dadka waxay iska badan in maaragtay lacag la bixiyo marka waana bannaanta in lacag lagu bixiyo oo intii ay ahayd qiimaha maalinta ay joogto intii tacaamku noqonayay oo muqaabilkeeda lacaga haddii la bixiyona way fiican tahay dhibna ma laha dadka meeshaad u diraysa joogta ayaad la xidhiidhaysaa iyagaa kuu sheegaya inta ay tahay dollar ahaan inta ay noqonayso mudka tacaamkee la siinayo 750 gram waa kilogram xataa ma dhanna inta ay noqonayso maalintiia ayaa la qiimeynayaa dabadeedna miskiinkaas ama hal miskiin ama laba miskiin ama 3 miskiin ama intii ay ayaa la siinayaa biidnillaah qofka ku xiga insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaamatullahi wabarakaatu sheekh waxaan rabaa sheekh in laygu xiro isagii baad la hadlaysaa kusoo dhawow jazaaka allah khayr magaca iyo meesha joogto waxaa joogaa norweyn abshira la ydhaha xagee joogtaa norweyne norway kusoo dhawow walaal abshiro soo maaha ha abshiro waay wadaadka rabaa inaan su-aal weydiiyo haye su-aashaad waa maxay walaal su-aashaedu waxaa macnaha dhinaca soonka inaan ka weydiiyo rabaa hanta macnaha soonka oo dasniinta oo kaleeto inta khamiista oo kaleeto la soomaa macnaha ajiro leeyahay isniinta iyo khamiista la soomaya soo maaha ee sunnada ah oo sunnada ah khamiista iyo isniinta oo kale iska soomaa soo maaha good maasha allah aad iyo aad bay khayr badan tahay jawaabteeduna waxa weeyaan insha allahu tacaala nabigaa ka jawaabay sal allah alayh wasalam
oo waxa uu nabigu ku cilleeyay isniinta iyo khamiista isagaa soo jiray kaana yasuumu al-ithnayn wal-khamiis waxaana uu ku cilleeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam acmaasha in ilaahay labada maalmood loo bandhigo acmaasha ayaa ilaahay loo bandhigaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaan jecelahay camalkaygii anoo sooman in ilaahay subxaana watacaala anoo soomana camalkaygii maanta in rabbi loo bandhigo maxaa yeelay soomku wuxuu ka mid yahay acmaasha ilaahay ugu jeceliyey subxaana watacaala acmaasha ilaahay ugu jecel yahay marka waa sunnati nabiy sal allah alayh wasalam waxaa kale uu ku cileeyey isniinta markuu sheegayey daaka yowmun wulidtu fiihi waa maalintii lay dhalay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintii lay dhalay marka taasna shukri bay muujinaysaa iyo inuu nicmadii khalqigiisa ilaahay abuuray inuu ku shukriyeeyo ka qaadan mayno in qofku maalintii la dhalay in xus sameeyo oo uu yidhaahdo aniga arbacada lay dhalay marka arbacadan soomayaa maya sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay baa isku beegay musaadafatan maalintii u dhashay marka khayrun calaa khayr bay noqotay marka ninkii isniinta dhashay ee sidaa ugu beeganto falilahay alxamdu walminna laakiin kii kale isniinta iyo khamiista wuxuu u soomayaa mutaabacatan lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam iyo camalkiisa oo ilaahay loo bandhigayo isaga oo markaa saa'im ahaa maanta ilaahayna u naxariisanayo maxaa yeelay maalin keliya qofka soomaa man saama yowman fii sabiilillaah maalin keliya fii sabiilillaahi jihaadkana waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray ee fii taacati illaah daacada ilaahay iyo ilaahay uu aticsan yahay yowm keliya qofka u sooma maxaa u helayaa baacada allaahu wajhahu can innaari sabciina khariifa ilaahay wejigiisa wuxuu uga fogaynayaa 70 sano inta naar looga dhaco walciyaadu billaah ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uga fogaynayaa marka isniinta iyo khamiista waa maaragtay maalmaha fadliga badan ee sunnada ah ee nabigu nagu dhiirigeliyey ee ay tahay in aynu markaa rabbi subxaana wa tacaala ugu dhowaano oo aynu muwaadabayno oynu ilaahay subxaana wa tacaala sidaa kula kulanno dadka caynkaas isniin iyo khamiis walba sooma maalinta qiyaame marka jannada la tago ilaahay waxa uuga yeedhayaa baabu rayaan ayna saa'imuun baa la odhanayaa awa kuwi soomanaa baabkii cokanaanta iyo dharagga iyo barwaaqada bay jannada ka geli doonaan biidni illaahi tacaala jacalna lillaahi waiyaakum ilaahay anaga wada dhammaanteenba kuwa jannada ku galay bikayri xisaabin walaa cadaab assalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum alaykum asalaam ku soo dhowlaal magacaagay meesha joogto sheekh sheekh shiinmaya ha walaal waxaa waaye ma cabdicasiis sacuud kaa soo wacay sheekh oo maxay deynaa laygu leeyahay ma soomi karaa anagoo deyn laygu leeyahay salaam ramadaanka inshaallah deyni misaa lagu leeyahay deyn $200 dhamaan laygu leeyahay $200 marka soomka iyo deynta inay isku xidhan yihiin iyan kale miyaad rabtaa ha yacni anaga deyn laygu leeyahay yacni soomkayda ma la aqbalayan ka wada sax marka deynta maxaad u bixin weyday waa ka go-ay insha allahu tacaala si ma ku jirta ha uu ka go-ay um cabdicaziis baa baan filayaa oo sacuudiga um cabdicaziis waxaan leeyahay deynta horta ilaahay ha kaa gudo subxaana wa tacaala $200 waa wax iska fudud ilaahay ha ku fududay adaageeda deyntuna way culus tahay deyntu way culus tahay marka qofku inuu deynta gudo oo uu ku dadaalo weeyaan laakiin siyaamka iyo deynta wax calaaqo oo ka dhexeeya towbada un inay ka mid noqoto iyo qofku inuu naftiisa tahiro mooyaane siyaamkaagu waa maqbuul ilaahay subxaana wa tacaala dartii baad u soomaysaa deyntana iska gud insha allahu tacaala hana noqonin qof deynta markaasaasoo kale macnaha waxa weeyaan dhayalsada dadku deynta imika aad baynu u dhayalsanaa ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu dardaarmay inaynu xuquuqda dadkii lahaa u gudanno ha nacam in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahlihaa amaanaadka u guda ahalkoodii deyntu amaanaadkay ka mid tahay marka wax dembigeeda lagu dhaafaana ma jiro haddaad deynta la dhimato sida uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay marka deynta iska gud ilaahayna ha kaa gudo soonkaagana biidni illahi tacaala waxba u dhimi mayso insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ku soo dho walaal magacaagay meesha joogto somaliland baad joogtaa magacaagana
فهذا ما السؤال شهد وام حيولها لها قبل أن درس الحيوان أيام كثير نعمل قبل أدرس تين أيام كأبوك تطقوا يدروا ورابنا ليس كده سوين الخمور هذا الله ما وضع هذا شان أركها ها أنا هو هذين كسنوا كريو ذا قبلنا أدرس على عواش وقوها أيام كثير مركم حد عفين ويدود سعفين ويدين هذا دقوا لي بقوا بلابي ويدين إن شاء الله شيخ أموري أنت أدرس بقى لكن هذا شيطانك وحوقاك كحوق بضو شيطانك وحو الروائين إذا نسعفنين وعمل كينا آن لأقبلين وليبا صون كان الشيقة يسنة سنين تي خميسة أيا نبي عليه الصلاة والسلام وحاو كشاكين يي لبضا قفة شحناء أي كان حيسو إن العمل كود إلهي آنو أقبلين مركا ما داما درس نتين وأجارتين حقوق ليرادو تي إسلام ككبضا أياد إسكولي ذهين مركا إن شاء الله تعالى أذوق بلو إلهي باكل ادفع بالتي هي أحسن معنا وحوي أنت وناقة أذوق قاضو تلفونك أدر إلهي درتي وعفي شيطانك كقو ليسو محايا لي شيطانك وحدونيا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير إنه شيطانك ناري نقايو ربا مركا وأين إنه كغالب نقرنو نسلف كي كمي دبا وحلايدي هبل باكو عاية هبل با سدا سمية مركزو هديادو دري هديادو دري مركا تهادو تحابو قفك هدية دادو ديرتو كلمة دونا سنت لادو وادس شعلان يسان بإذن الله تعالى مركا أذوق بلو إن شاء الله فخيرهم الذي يبدأ بالسلام إلهي نقل بقينا هاي سوافة جيو نحذينا موافقة يا الرحمة يا نحريس الله عليك بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاش هنك سألنا سمالة سمعلا ما تكسوها لسا مقا عاقو ملال مقا ايقا ايان ايان محاية تاي سواش هادو تلبا وحان كوي رسانكا وحان نويت و لا اسلان نويت بانكو حتان بيت رسانكا محاية تري نويتو ها هايي لا وحان تكو حتان بيت رسانكا لبوغي حتان باكوي ري هايي اسكدال هايي وان يدي سانكوي صح طلعتنا طل طلعت الوقت كلهم بيكو حرسة ايوه اسكت دعم باكو يريو هايه محيكا قبتا دين تشيخو محيكا قبتا سفي عن جزاك الله خير مسألة دي آدو مهيمة ويان مسألة داس إن شاء الله تعالى أركان تصومك علماء دو مركي كهالليان وحويان نيذو وركني أساسي عند بعض العلماء عند قار كودكتو دانو شرطي شرطي يركني قنا وحوغا يربيكو كل دوان مركا نيذو وشر وركني أساسية أو صوم كنيذي لأنتي لما أقبل أيو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قف كستان وحو ليه وحو نيوذو أما التلفظ بالنية نيذو أولغو دواقو وقفكو نويت صوم غد من شهر كذا رمضان أداء لله تعالى في هذه السنة إنو وحا اسكو مشغوليو وح السنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كتمد سقال سندود بو نبي صوميي او انتا لأركيي يوم واحد إساقو انتو كنا واقيا نويت صوما او نويت صوم غد لمشيقين مركا معنى نبي محمد عليه الصلاة والسلام ايينو كود داينينا إساقانا انو غفلا انو كود داينو نيادونا وقلبك النية محلها القلب هبين كيبا واحد قوان سنيسا marka ay habeenka ramadaan ay noqoto ayaa waxaad go'aansanaysaa barito inaad soonto habeenki qayb kamida waxa loo yaqaan at-tabyiit iyo in aad ku barido niyada soomka ayaduna waa rukni inda shafiiciya macna waxa weeyaan inaad habeenki habeenka sawliba iyaga inaad niyeysato oo aad marka macna inaad bariso mayso niyaduna waa inta hatta aad marka seexato هداد هواين إذا أوتكتو هداد وحسك عنتو وحبكم اللي بيسو وحد قوسان إذا بريتا إنا تصونتو إلا هاي درتي أصونتو نعم إنتاس أياك أغفلا معنا مركا تبييت كاسنا ومهم تعيين كاس إنا بريتا عينتو أصوم أيتاي أصوم كي واجب كايتاي وحسونا قلبك أياك إيمانيان لكن تلفظ كي يكون واقع لقود واقع معنا وحويان وحد لبمارك السنة أو أكسا عراري أما معنا نبي كسرنا ذي مجر تبي إن الله تعالى مركا إن لا سقطه أي كفي عن تهاي
oo yusriga shariicadeenu ay leedahay iyo fudaydka ay leedahay inoo fududaysay in la qaato oo wixii aan ilaahay rasuulkiisu inagu kallifin aynaan inagu markaa isku kallifin oo dhib ah. Marka niyadu waa qalbiga, macnaha wainama alacmaalu wainama likulli imriin maa nawaa, niyadaasi waa inaad berito soomayso samada ramadaan waajiba ilaahay kugu waajibiyey, intaas ayaa kaaga filan biidni illahi tacaala. Insha allahu tacaala barnaamijkeenna maanta oo as-ilo u badnaa intaasaynu ku soo gabagabayn doonaa insha allahu tacaala. Xalaqaadka noocana ee as-ilada ee ramadaanka ku saabsan waa aynu isu socon doonaan biidni illahi tacaala maalinta kasoo sabtiya haddii ilaahay dhaa. Waxaa kaloon duubi doonaa xalaqaad macnaa ramadaanta aynu uga sheekeynayna hadday tahay fadaaisheeda, hadday tahay axkaamteeda, hadday tahay fataawiyeeda wixii ku saabsan. ilaahay waxaan weydiisanayaa bisha ramadaan oo aan leeyahay allahuma baarik lanaa shacbaan wabaliqnaa ramadaan, ilaahay uu shacbaan noo barakee, waa bishan aan ku jiree ramadaanna rabbi uuna gaadhsii. allahuma sallimnaa ilaa ramadaan watasallamnaa minhu mutaqabbala, ilaahay uuna gaadhsii oo naga aqbal annagoo caafimaad qabna, iimaankayga uu qawi yahay oo taacada ilaahay jecel. rabbi uu nagu arsaaq bishaa barakaysan dunuubtayada iyo dunuubtii waalidiintayabana. ilaahay u dhaaf, waxaan aad iyo aad ugu abaal gudayaa ama ugu mahadnaqayaa allah subxaana watacaala xalaqada inoo fududeeyey ayaan maaragtay allah subxaana watacaala ugu mahadnaqayaa. waxaa kaloon ugu mahadnaqayaa walaalaheena somali channel oo barnaamijka inoo fududeeyey, wabilakhas akhuuna maxamed walaalkeen maxamed injineer maxamed oo aad iyo aad barnaamijkan inoogu qurxiyey inooguna soo saaray, jazaahullahu khayr. waa anigoo maxamed cabdi xasan maxamed shiina oo idinkaga tegaya fi amaani illah, iyo insha allahu tacaala kulanti dambe usbuuca soo socda biidni illahi tacaala wixii aan idhaho khayra ilaahay bay subxaana watacaala tawfiiqdu xaggiisa ka ahatay. wixii shara ama gafana waa naftayda iyo shaytaan, waana ka noqonayaa inta adduunyada jooga iyo maaragtay fil ukhraaba. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.